وضعت الدولة ملف الإسكان على رأس أولوياتها، وذلك بهدف توفير سكن ملائم يليق بالمواطنين والقضاء على آفة العشوائيات. مشروعات الإسكان تنوعت لتخدم كافة شرائح المجتمع، من الإسكان الاجتماعي للمتوسط إضافة إلى الإسكان الفاخر. الإسكان ملف ظل شائكاً على مدى عقود من تاريخ مصر، حتى طواه النسيان وبات على استحياء على أجندة الحكومات المتعاقبة، ليسقط المواطن المصري في براثن العشوائيات والفرص القليلة من الإسكان الملائم. الدولة في عهد الرئيس السيسي وضعت ما يؤرق المواطن على أجندة أولوياتها، فأطلقت سلسلة طويلة من مشروعات الإسكان تغطي كافة فئات المجتمع وشرائحه. ففي قطاع الإسكان الاجتماعي تبنت الدولة أضخم مشروع في تاريخ مصر، يتم تنفيذه من خلال 25,700,000 وحدة سكنية بكافة المحافظات والمدن الجديدة، تشمل تنفيذ وحدات مكونة من غرفتين وصالة أو 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط، غير محمل عليها سعر الأرض أو المرافق أو الخدمات، كما يتم تقديم دعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 إلى 25,000 جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عاماً بفائدة مدعمة من البنك المركزي، وتم الانتهاء فعلياً من تنفيذ 14,400,000 وحدة. كما سعت الدولة أيضاً لتوفير المسكن الملائم للمواطنين ذوي الدخول المتوسطة، فكان مشروع دار مصر الذي يتم تنفيذه في 12 مدينة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى سكن مصر الذي يضم في مرحلته الأولى 57,000 وحدة سكنية. وأيضاً اتجهت الدولة لتنفيذ مشروع جنة ضمن مشروعات الإسكان الفاخر بنحو 8 مدن لتلبية احتياجات شريحة مجتمعية أخرى. ها هي يد الدولة امتدت لآمال وطموحات شعبها لترفع عن كاهله ليس فقط عبء السكن، ولكن لتوفر له سكنا ملائما يليق بشعبنا العظيم.